هذه هي طريقة التسوق في إيكيا. مني توصل يمكن لك تخلي أطفالك فضاء الأطفال سمولاند المخصص لهم. خذ معك قلم ولائحة المشتريات باش تقيد جميع المعلومات ديال المنتوجات اللي غادي تاخذ من بعد. دابا يمكن لك توجه المعرض باش تجرب اللي بغيتي قبل ما تشري. إلا لقيتي شي حاجة عجبتك قرا بطاقة السعر. إلا كانت صفراء استشر مع واحد من زملاء إيكيا. إلا كانت حمراء قيد رقم الممر والموقع باش تسحب منتوجك من بعد من منطقة الخدمة الذاتية. يمكن لك تاخذ فترة استراحة في المطعم باش تستمتع بالوجبات اللي عندنا بأثمنة مناسبة. توجه دابا لمنطقة الأكسسوارات، خذ حقيبة صفراء أو عربة حيث هنا يمكن لك تاخذ المنتوجات مباشرة. منطقة الأكسسوارات كتوصلك دابا لمنطقة الخدمة الذاتية. بحث عن الممر والموقع المناسبين باش تجمع المنتوجات المسجلة في لائحتك. تأكد بأن بطاقات السعر باينين مزيان وتوجه إلى صناديق الأداء. قبل ما تمشي يمكن لك توجه للبيسترو من أجل وجبة خفيفة. باش تفادى عليك المصاريف يمكن لك تدي معك المنتوجات ديالك وتركبهم بوحدك. إلا بغيتي نعاونوك إيكيا كتوفر لكم خدمات التوصيل والتركيب. وما تنساش يمكن لك ترجع عندنا إلا بدلتي رأيك. جيب معك المنتوج ما مستعملش في العلبة ديالو والفاتورة حتى هي. إلى اللقاء عند إيكيا.